رد الدكتور التيجاني على الدكتور النجدي. هؤلاء يهمون الكثير من المشاهدين. نعم أنا أتكلم الذين يتابعون في أبي بكر وعمر. أيوة. نحن نعتقد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ويعني أمثال هؤلاء الصحابة. تريد أعد آخر مثل أمثل هؤلاء؟ أولا أنهم مسلمون نعتقد بإسلامهم، هذا أولا. ثانيا أنهم من كبار الصحابة. أيوة. ولهم قول مسموع وشخصيات اجتماعية كبيرة وشخصيات لها منزلة قيادية في المجتمع، يعني هذه الأمور لا ننكرها، وأحدثوا فتوحات، يعني لا نكفر أحدا من كل أصحاب رسول الله. هل هم من المرتدين؟ أعوذ بالله أن نقول من المرتدين، حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم مسلمون أكثر من هذا. طيب لأنه ما زلنا ليلة واحدة. طيب حتى تكون واضح. طيب عاهد. أنت الآن قلت لهم لا 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 في أثناء الحديث إذا أنا خاطئ صححني. صح. قلت لهم أن أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة وآخرين من أمثالهم هم الذين ارتدوا وخانوا الرسول وخانوا. نعم نعم، وأقولها في كتب كل منشورة في العالم. طيب عشان ما تقول أنا ما أتراجع في قولي، ما قلت عكس هذا، لا حتى تو ما قلت. أيوه. عكس هذا. طيب قلت أجل صحابة رسول الله الذين لم يرتدوا، هذا واضح، أجلهم وأحترمهم وأترضى عنهم الذين لم يرتدوا، ما يهمك ما هم. أما سؤال وأنت تعرف في الأحساب وأنت تعرف أن عبارة اللي تستعمل فيها أنهم ارتدوا عبارة خطيرة، لأن تعني يودي القرآن، يخلي القرآن يقول عبارة اللي يحبها. أنت تتحكم على ربي نزلك. أنت سبحان الله. أنت